عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي النائب ياسين جابر. استاذ ياسين برحب فيك مجددا في هذه الحلقة. البداية من مبادرة الرئيس نبيه بري. الرئيس نبيه بري أطلق مبادرته في مهرجان ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ومنذ 31 آب يعني هذا المهرجان ألغي. في كلمة تم الاستعاضة عن هذا المهرجان بكلمة متلفزة، منذ 31 آب وحتى اليوم بدأت هذه المبادرة، أولى طلائع هذه المبادرة بزيارة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة المكلف، وكذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال. لليوم قبل ما نفوت بتفاصيل هذه الجولات السياسية، هذه المبادرة تحدث عنها الرئيس نبيه بري، ولكن بشكل أوضح إذا ما طبقت هذه المبادرة شو ممكن تقدم للبنانيين في ظل هذا الاصطفاف وهذا الحائط الذي يقف أمام كل تقدم في مسار الواقع اللبناني السياسي؟ يعني أولاً شكراً على الدعوة. أهلا وسهلا. واقعاً ليش نطرنا لهلا ككتلة نيابية وانتظر الرئيس بري حتى نباشر زياراتنا أو تفسيرنا وغيره؟ أولاً كما تعلم أطلقت في 31 آب، ومن ثم ارتفعت وطيرة التصعيد عالمياً وإقليمياً من ملف عدوان على سوريا وضرب لسوريا وغيره، وأصبح اللبنانيين ناطرين يعني انه شيء يقول الليله، شيء هجوم على السوبر ماركت وغيره، وهذا كلها شغلات طبعا ما كان الوقت مناسب. اليوم بعد انه انحسر العمل العسكري واخذت الاولويه، اخذ الاولويه العمل الدبلوماسي، وطبعا اتفاق كاري لافروف هو قمه العمل الدبلوماسي اللي حتشهد يعني تفاصيله في الايام والاشهر والاسابيع والسنوات القادمه، لانه ما حدا عارف قديش كبير هالاتفاق. فأصبح الوقت مناسب أنه نبلش نحكي فيه. هلا طبعا شو يعني مبادرة؟ يعني في حدا نبادر إلى طرح لا فكر لا معين. لا أنه في ظروف مبادرة بحد ذاتها هي ليست حل، هي دعوة أو هي مقترحات تساعد على البحث عن الحل. يعني مش طارح الرئيس بري انه انا عندي هالحل خذوه، لا، هي العمليه وما فيها انه الرئيس بري اجى قال نحن، يعني هون بخطابه بيقول وفي ظل ما تقدم استعرض الوضع، كل الوضع الحالي صحيح، التحديات صحيح، امنيا اجتماعيا سياسيا اقتصاديا ماليا وغيره. طبعا استمعنا كلنا وشهدنا اضراب الهيئات الاقتصاديه صحيح ومطالبتها بتشكيل حكومه. فبيقول ليس هناك من بدايه مخرج سياسي وطني سوى شو الحوار. فهو طبعا عم بيقول عم نبحث نحن عن ابره سلام في كومه هشيم يحترق من حولنا. شو بيقول بالتحديد؟ نقترح على فخامة رئيس الجمهورية. فإذا مش الرئيس بري ولا كتلة التحرير والتنمية هي عم تقول أنا جاي بدي أعمل الحل، اقبلوا معي أو ارفضوا. نقترح على فخامة رئيس الجمهورية خارطة الطريق للتنصل، يعني الخروج من الوضع المتراكم المتفاقم الراهن، تلخص بالشروع فورا بالحوار في خلوة تمتد لخمسة أيام متصلة صحيح يدعى إليها دولة الرئيس المكلف هذا. وطبعا هون حاطط بعض المقترحات بعض المقترحات كبنود لهذه الطاولة، منها الاتفاق على البيان الوزاري للحكومة طبعاً، وأكثر من ذلك. هلأ هون بدي بس أذكر شغلة بسيطة، لأنه بتعرف هلأ اليوم في حكي كتير عن إعلان بعبدة وكذا. شو البند الأول بإعلان بعبدة؟ بدك تسمح لي فيه اترك اعلان لا بس حتى اربط مع هيدا الاقتراحات. شو البند الاول؟ بقول اعلان البند الاول التزام نهج الحوار والتهدئه الامنيه والسياسيه والاعلاميه والسعي للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركه. هيدا اعلان بعبده، هيدا البند الاول. فاذا نحن اذا عن جد عم نحكي باعلان بعبده، هيدا البند الاول بقول حوار والبحث عن قواسم مشتركه. يعني اللي بده اعلان بعبده بده يروح على الحوار، شو لك بده يبرم مع قواسم تماما. فعمليا يعني عمليا هيدا البيان هيدا المقترحات عند الرئيس بري هي دعوه للحوار لايجاد الحل وليست هي الحل. عم بقول نحن ما في، يعني عم بقول ما فينا نحن نكفي بلبنان كما نحن نتحاور بالاعلام من شالق بعضنا بالمقترحات وغيره. هلا فينا نفوت بالبنود.
المبادرة كمبادرة طبيعي بدي أطرح كل هذه البنود، يعني ماذا أراد الرئيس بري من هذه المبادرة؟ قبل كل شيء الدعوة إلى الحوار، الحديث عن بيان وزاري، الاتفاق على بيان وزاري للحكومة، على شكل الحكومة الجديدة، على حتى أسس للمرحلة المقبلة في الواقع اللبناني اللي اليوم كتير متداعي. هو اقترح دولة الرئيس 6 أمور نبحث فيها، أخذ هالمقترحات من ضمن ما نسمع يوميا، يعني ما على شيء. أول شيء قامت القيامة في لبنان على شكل وبيان الحكومة الجديدة، علما هو قال ركز على شكل أحسن ما يقال الآن أني أتعدى على السلطة التشريعية والتنفيذية. بس هو قال هيك يعني حتى تحديدا اليوم بصحيفة المستقبل النائب أحمد فتفت عضو كتلة المستقبل يقول مبادرة الرئيس بري لم تقدم شيئا جديدا سوى التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. ما هو خلينا نسأل أول شيء، خلينا نتفق مين عم يتعدى على صلاحيات مين؟ حضرتك إعلامي تتابع الأخبار اليومية ولديك برنامج وغيره، هل سمعت يوم من الرئيس بري مقترح بالنسبة لشكل الحكومة؟ المبادرة شو طلب الرئيس بري؟ الحوار ليكون، يعني الحوار بده يتمحور حول شكل وبيان الحكومة الجديدة. بس خلينا نسأل سؤال، هل طرحنا نحن شكل للحكومة؟ اليوم دخلك اللي عم يطرحوا كل هالطروحات بالشكل مش عم يتعدوا على صلاحيات رئيس الحكومة، دخلك اللي بيطلع بيقول نحن نقترح انه نحن برا وانتو برا ومنجيب حياديين، هيدي على مين عم يكسروا باقتراحهم؟ ايضا مش على صلاحيات رئيس الحكومة. طيب دخلك اللي بيطلع بيقول ممنوع ذكر هيك بالبيان الوزاري، طيب هو مش عم بيحط بالبداية، يعني عم بيحط شرط مسبق قبل ما رئيس الحكومة يشكل الحكومة؟ يعني خلينا نسمع بعضنا، نحن كل اللي عم نقوله من هالدعوة هيدي للحوار، تعوا يا جماعة نسمع بعضنا، لأنه الشعب اللبناني ما عاد قادر يسمعنا. يعني اليوم واقعا صرخة اقتصادية وصرخة مالية، واللي بيعرف شو فيه بيقول لبنان ما في كفي هيك. وبعتقد أنه كل واحد عنده مصلحة بالبلد اليوم بيعرف أنه هو مش قادر يكفي هيك، ونحن بنعرف أنه الدولة اللبنانية مش قادرة تكفي هيك. فلت أمنيا في مشكلة كتير كبيرة، نازحين مشكلة ضخمة جدا، والعالم كله عم يطلع فينا وعم بيروح يحضر لنا مؤتمر ليدعمنا، نحن بالواقع ما عم نفرجي تجاوب أنه نحكي مع بعضنا لحتى نتعاون ب يعني استقبال هذا الدعم وحسن استعماله من خلال حكومة قادرة تكون تأخذ قرارات وقادرة أنه تفعل العمل في البلاد. فعمليا يعني أنا ما سمعت حدا إلا حكي أنه طيب هلأ حنفوت حزب الله بالحكومة مثلا، تهلك هذا هو شاور رئيس الحكومة. بس حتى بهيدا الموضوع، يعني تحدث حضرتك عن تعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، هو السؤال مين عم يتعدى؟ بس كمان دكتور فتفت بإطار حديثه يقول أنه وحده الرئيس سليمان هو المؤهل لوضع جدول أعمال الحوار. عظيم. نحن يعني أستاذ مالك هول مقترحات نقترح على فخامة رئيس الجمهورية، هو اللي بده يدعي للحوار. اصلا ليش الرئيس بري عمول انا ادعو الى حوار؟ ما هو اقتراح بالدعوه، اقتراح على فخامه الرئيس بالدعوه الى حوار. يعني ما لي دخلك لما دعينا الى حوار في الدوحه، شو عملنا بالدوحه؟ ما كان في رئيس وقتها رئيس حكومي ومبين. صحيح. وانه شو عملنا بالدوحه؟ ما اتفقنا على الحكومه؟ ما اتفقنا على رئيس الجمهوريه؟ طب ما خرقنا الدستور وقتها؟ فعمليا هيدي صرخة انه يا جماعة تعالوا نحط خريطة الطريق. يعني اليوم دخلك هل كل في الرئيس سلام من شي جماعة جماعتين وتأخر حيصير 6 أشهر؟ دخلنا بالشهر السادس، يعني صحيح. شو يعني اللي بيقول انه هيدي فقط صلاحية فخامة الرئيس ورئيس الحكومة المكلف عم يتهمون بتعطيل البلد، انه اذا هني صلاحيتهم هيدي لوحدهم ما حدا له حق يتدخل معهم، طب ليش مش عم بشكل الحكومة؟ ليش مش بشكلوها؟ ليش مش معطلين البلد؟ هن متهمين فريق معين بالعرقل يا سيدي. ما هو لأنه في فرقاء عم يتعاطوا بتشكيل الحكومة ومعطلين فخامة الرئيس ودولة الرئيس سلام عن إمكانية تشكيل الحكومة، تعالوا نتحاور، تعالوا نتفق،
يا أخي ما أنت عم بتقول ساعة بتدخلني ساعة ما بتدخلني، ساعة بتعطيني ساعة ما بتعطيني، طيب نقعد على الطاولة. يعني إذا أنا اليوم عم نادي ليلا نهارا أنه إعلام بعبدة، إعلام بعبدة أول شرط عم نتفاوض. الهاجس الأساسي اللي ذكر منذ إعلان الرئيس بري مبادرته وحتى اليوم وأعاد ذكره، يعني عم برجع استند لدكتور فتفت لأن دكتور فتفت اليوم حواره وارد، بس هو هذا الموضوع هذه النقطة مش بس على لسان دكتور فتفت، أكثر من نائب وعضو في كتلة المستقبل ردد هذا الموضوع. النقطة الأساس أو الهاجس الأساسي في هذه المبادرة، الكل يتحدث عن يعني رغبة أو تحديدا هذا ما قيل اليوم، أنه رغبة من الرئيس بري في أخذ لبنان نحو مؤتمر تأسيسي جديد. هيدا الشيء عم يرجع ينذكر بالفترة الأخيرة، الحديث عن مؤتمر تأسيسي. يعني هلأ دخلك هذا البند الأول ببي عبدة لما بقول كل أمورنا منحلها بنهج الحوار والسعي إلى التوافق على ثوابت وقواس المشتركة، هيدا البند بده يخدنا على مؤتمر تأسيسي؟ شو الفرق بين هيدا البند الأول مع بعبدة وبين اقتراحات الرئيس بري؟ الفرق دائما يقولون هن إنه في توزيع الصلاحيات وتنظيم العمل المؤسساتي اللبناني موضوع حل كل هذه الأزمات هو في طاولة مجلس الوزراء وليس في طاولة حوار. عمال مجلس وزراء وعود اتفق عليهم. أسألك سؤال مالك، بدي أعطي مثل، أنا هيك بتابع شوي لأنه بروح على بريطانيا كتير. ببريطانيا دائما كان يطلع حزب واحد حاكم، يعني يطلع حزب حاكم صحيح ويعمل المانيفستو للانتخابات ولما بتولى الحكم بينفذ المانيفستو طبعا. يعني شو يعني جدول الاعمال بيكون عارضه على الشعب وماخد على اساسه موافقة. طيب اخر انتخابات ما صار في حزب واحد عنده اكثريه شكل حكومه، اضطروا يروحوا حكومه توافق بينهم وبين الاحرار الليبرالز. شو عملوا؟ قعدوا 3-4 ايام ليلا نهارا يتفاوضوا لشكلوا هذه الحكومه، عملوا اتفاق صحيح. شو البنود اللي بدها الحكومه تنفذها وراحوا على حكومه توافقيه صحيح، ونائب الرئيس رئيس الاحرار صحيح، وبس على اتفاق مكتوب ومتفقين عليه. طب هيدا خرق يعني، يعني اليوم بلد فيه خلاف طويل عريض، اليوم الرئيس بري رئيس مجلس النواب، مجلس النواب معطل بالاضافه لكل البلد لانه في تحت حجة أنه حكومة مستقيلة إلى حق ما إلى حق ما بعد شو غير. طيب هو يعني هو أولا رئيس مجلس نيابي، مجلس النيابي المفروض يمثل الشعب ويحرح اسمه، هو زعيم وطني، وهو عم بيتكلم عم يقترح على فخامة الرئيس وعلى الآخرين، يعني عم بمد إيده. يعني أنا في خلاف بيني وبينك، عم يجي بقول لك أنا عم بدي لك إيدي، تعال نقعد على الطاولة نتفق. شو الجريمة بهالشيء هذا؟ وين الغلط؟ وين الغلط؟ أنا يعني هلا أنا بدي فوت شو حكي مش قصة تفوت، ما هي برجع بقول لك مش دكتور بكرة فتفت لحالي بكرة حيكون يعني لنا بكرة حيكون لنا ما هو بدي أسأل بكرة حيكون لنا لقاء كيف تكون تروحوا لعند تيار المستقبل بغض النظر مش بس دكتور فتفت، مش هيما تبين أنه أنا عم حطك بالمواجهة معه بس دكتور فتفت لأنه حديثه اليوم هذا الحديث سبقه لأله دكتور عمار حوري سبقه لأله هو نفس الحديث كل النواب عم يحكوا بهذه الفكرة. دكتور فتفت يوم أطلقت المبادرة نفس الحكي قالوا مظبوط واليوم رجع عاد الحديث ودكتور عمار حوري نفس الكلام، يعني هذا موقف لكل نواب المستقبل. سؤال بس ما هو اللي بكره ايه. انتم عندكم موعد معهم بكره الصبح نهار التنين انا حكيت مع الشيخ سعد وحكيت مع الرئيس سنيورا ورحب بكره مين رح تلتقوا الرئيس فؤاد سنيورا بكره طبعا يعني هو رئيس كتله المستقبل وهو أوكي. طبعا ما بعرف لمين بيكون معه من نواب الكتله لانه هذا شيء بيرجع له بس نحن عم نقول البلد ما بقى يحمل، البلد حرام يضلوا هيك، البلد قدامه تحديات. بس انتوا عارفين جوابه مسبقا، شو رايحين تعملوا عندهم بكره؟ لا ما بيصير، ما هو رايحين احنا نبلش حوار نحن وياهم، نحن رايحين مدين ايدنا ونتامل انه بس الجواب وصل، نتامل انه ياخذوا لكم جواب بعد. لا رحب بزياره، هلا رحب بزياره بس جدول الاعمال واضح جواب المستقبل عليه. احنا بنعمل اللي علينا، في زيارات للكتل الاخرى كلها، يعني بكره بعد الظهر في زياره للجنرال عون وكتلة الإصلاح والتغيير ومن ثم كل الكتل النيابية صحيح. يعني بالنهاية نحن نرفع صوت عم نصرخ نقول البلاد بحالة تعيسة بحالة تعبانة في خطر عليها، وكلنا متفقين أو مفروض نكون اتفقنا، ومفروض نكون مش بس نكون اتفقنا، مفروض نكون تعلمنا أهم من اتفقنا
المفروض يكون تعلمنا بالعقود الأخيرة في لبنان إنه وين ما ننتهي بآخر شيء قد ما نعمل. بس يا دكتور الوضع يعني السائد حاليا في لبنان لا يوحي بأنه هذا الحديث اللي هو مفروض يكون مطبق يعني على الأرض اليوم. نحن ما عايشين بالمدينة الفاضلة اليوم، شايفين شو عم بصير على الأرض. شو بنعمل؟ بنقبل هيدا شيء كقدر لإلنا وبنقعد كل واحد ببيته وبنترك البلد يفرود؟ لا، بس ما نحن بالنهاية نحن مسؤولين. يعني اللبنانيين شو عم بيقولوا؟ انت عندك تويتر وعندك فيسبوك وعندك كل شيء، العالم عم بتسب، عالم خوتين. انا اخي ما بدي ضل العالم تسبني وتقول ما عملت شيء. رئيس بري عم بيقول يا اخي انا عم بادر، انت يمكن في خصوم بيني وبينك بالسياسي، مع العلم انه احنا كلنا بمجلس واحد وزملاء وبنحكي مع بعضنا وبننزل كل يوم على المجلس النيابي بنشتغل سوا باللجان. ونحن بنعرف انه ياما في المجلس النيابي لما بنكون مع بعض بيكون في امور مبينه قبل بيوم صعبه ومستحيله، من خلال حوار داخل المجلس ومن خلال حوار بين الكتل بنلاقي لها حل. يعني بالنهايه نحن محكومين انه يكون في حوار بيننا. نحن عم نروح لعند رأس الهرم في الدولة اللبنانية اللي هو فخامة الرئيس، نحط هالشيء عنده. انتوا حطيتوها برسمه للرئيس، بس يعني رح نرجع للفكرة الأساس اللي هي نقطة الخلاف بين مبادرتكم وبين رأيهم. هن عم بيقولوا انه هذه المبادرة ضرب بالأسس الأساسية للنظام اللبناني، بأسس النظام اللبناني، على اعتبار أنه النقطة الأساس الموقع الأساس لتحاور اللبنانيين فيما بينهم هو الحكومة. أنت فهمان موقف هالموقف أيضا؟ يعني أنت اللي عم بيقولوه فهمانه؟ فسر لي كيف عم يضرب الأسس؟ أنه الموقع الأساس للحوار بين اللبنانيين هو طاولة مجلس الوزراء فلتشكل حكومة. طب إنه هلا وفي خلاف على الحكومة، أنتوا عم تقولوا مختلفين تعالوا نتفق على الحكومة بطاولة الحوار. كل اللي عملناه سابقا بموضوع الحوار كان جريمي وأسس. يعني ما لي إنه كل المؤتمرات الحوار اللي حضرناها سوا واللي تناقشنا فيها سوا وطلعنا فيها إنه كلها كانت افتئات على الدستور وتدمير للبنية السياسية اللبنانية وكله كان غلط. ما بعرف هو الغلط مش بالمضمون، الغلط بالشكل، هكذا ما يقولون. ضرب لأسس الديمقراطيه. انه ما كان في شكل حوار هناك، يعني انه شو المختلف؟ شو المختلف؟ مختلف بيقولوا هذا المضمون انه الرئيس بري وضع جدول الأعمال. لا يا رئيس بري قدم مقترحات. نقترح صحيح، قال بالمبادره نقترح. ما هو لازم انا برايي المشكله مش عم نسمع بعض، المشكله انه ما عم نسمع بعض. رايحين بكره تسمعون عن قريب. تماما، يعني لازم نقرا كل كلمه مكتوبه هون، ما عم نسمع بعض. نقترح وهيدي مقترحاتنا، وهالمقترحات نابعة من الخلافات أو من الأمور التي هي مدار نقاش في البلد. أنت فيك تنكر مالك أنه شكل وبيان الحكومة الجديدة هو المشكلة الأساسية، هو مدار نقاش ضخم وما في حدا مبل إيده فيه. نقاش خلاف، هو خلاف اليوم مقسوم البلد على هذا الموضوع هيك. وما في حدا مبل إيده فيه. هلا فخامة الرئيس ما حكي، لا ما عنده شي تصريح، قال بقترح شكل حكومي كذا او بينا، ما قال شيء زلمه. رئيس الحكومه حتى كان خجول جدا بالكلام، بس كلهم عم بيهوبروا من وراهم. بس هو يقول يقول الرئيس تمام سلام اليوم انا بدي فوتك بالحكومه، لا انا بطلت فوتك. الرئيس تمام سلام يقول شروط وشروط مضاده، يعني من الاساس قال بس انه قال انه اثنين عم بيعرقلوا عمليا. يعني ليلا نهارا بنسمع اراء انه ايه نحن هلا غيرنا راينا وحنفوت الحزب بالحكومه. طب هذا مش عم يتعدى على شو؟ امتى قال الرئيس سلام انه بده يفوت الحزب بالحكومه؟ سمعتوا شي مره قال؟ مين كان عم بيقول قال انه ما رح يستثني حدا من هذا؟ بس مين قال بدوش يدخل الحزب بالحكومه؟ بس كمان مين قال بالاساس انه ما بنقبل الا بتلت ضامد في تصريح بيقول بهالشيء هذا؟ ايه كتله الوفاء للمقاومه قالت. ايه ردا على شو؟ وكتله وتكتل التغيير والاصلاح قال الجنرال عون بشكل واضح. ردا على شو؟ ردا على رفض الفريق الآخر لهذا. فعمليا إذا هيدا مدار نقاش كتير كبير. فإذا إذا مدار نقاش بدك تعمل حوار حوله لتسهل لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يقدر يؤلفوا هالحكومة. يعني الحل بتطبيق مبادرة الرئيس بري اليوم، مش رح نقدر نطلع إلا بتطبيق. لا لا لا، الحل هو يعني رد إجابا على اقتراح الرئيس بري والذهاب إلى دعوة من فخامة الرئيس إلى حوار يقترح أنه يكون وقته محدود. يعني مش نقول مثلا اجتمعنا اليوم ونلتقي بعد شهرين. لا. هي الخلاف على هيدي يقترح. لا. لا. هيدي اللي ما سمعوها تماما برأيكم. تماما
هاي اللي ما سمع ويقترح تماما. يعني حدا عم يجي يقول له حط لك حط الفرد براسك يقول لك تعال اقعد هون بدي انا فوضك بالقوه، لا، عم يقترح على فخامة الرئيس ان يدعو الى حوار وان نضع نقاط الخلاف الموجوده في البلد اليوم بين الكتل السياسيه التي تعيق تشكيل الحكومه تكون موضع نقاش حتى نسهل ان يكون للبنان حكومه ترعى شؤون. ليه دائما الرئيس بري معذبون؟ معذب؟ معذبون؟ معذبون؟ لا، الرئيس بري يعني دائما الرئيس بري بالعكس دائما في 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 نقاش في تفسير متناقض تماما. قبل كل شيء قبل كل شيء كل طرح بيقدمه الرئيس بري فريق يقول انه يطرحه على اساس انه رئيس حركه امل، فريق اخر يقول لا رئيس مجلس نواب ومن موقعه القيادي في هذا البلد على اعتبار انه شخصيه يعني هي هو فريق في هذا البلد وعلى هذا الاساس يطرح اليوم يتعدى على الصلاحيات دائما الرئيس بري دائما الرئيس بري مكعيون مالك ليه؟ على صلاحيات مين تعدى؟ لا هلا شرحناها مش رح ارجع فوت بموضوع يعني الصلاحيات، بس ليه الرئيس بري دائما اولا انا بعتقد انه اذا استمعنا الى بعضنا بهدوء وبرويه وهيك، وهذا الهدف هو بنهايه المطاف من هالجوله اللي عم نقوم فيها انه نحكي مع بعضنا بهدوء، يعني ما بدنا نضلنا هلا. انا كان في مثلا كان في الرئيس بري ما يعمل لجنه نيابيه لحتى تروح تزور الكتل، كان بيقدر نبلش نحن ك فريق نبلش نطلع بمقابلات ونهاجم الفريق الآخر إنه أنتوا طرحتوا ما حدا ما قبل. لا، نحن عم نعمل شيء بشكل حضاري، عم نمد إيدنا للفريق الآخر وعم نقول إحنا جايين نزورك تعال نتفاهم. وأنا على كل حال بعتقد إنه ما في رفض مطلق للموضوع. ماذا لمستم لدى رئيس الجمهورية وقت اللي طلعتوا زرتوا رئيس الجمهورية؟ بيانه بعتقد طلع بيان رحب انه بفكره الحوار وقال وطلع بعد باي مبادره قد تفضي الى توافق اللبنانيين فيما بينهم، طلع بمصادره بالاخر ببعض الصحف شرح للحوار اللي صار بالداخل وغيره وقال انه بالعكس وانا عملت قبل دعوات للحوار وكانت ناجحه. فاذا يعني ما قال فخامه الرئيس انه الحوار وعدكم انه رح يدعي يهدد؟ لا، هو بالنهايه يعني ما بده يدعي وما يجوا الناس يعني الجهد بده ينعمل، الحوار بحاجه لحوار قبل لا بحاجه لتحضير وتمهيد لحتى نتوافق يعني هو ما بعتقد انه بيقصر بالدعوه. وانتم رح تساعدوه هلا بجولتكم على السياسيين لتامين الارضيه اللازمه للتوافق، رح نروح نشرح المقترحات شو المقترحات وليش هالمقترحات هيدي. الرئيس المكلف تشكيل الحكومه شو كان موقفه؟ هلا الرئيس المكلف تشكيل الحكومه طبعا اخذ علم الرئيس بري، الرئيس بري خصه بأحد البنود للرئيس المكلف إنه أن يشارك في هذه الطاولة. هو شرط، لأنه كيف فيك تشتغل بدون ما يكون أو كيف فيك تحكي بشيء من هالنوع إذا عن موضوع تشكيل حكومة إذا الرئيس المكلف مش موجود أساس إذا هو ما كان موجود بقى. يعني هيدا ببلش هون بقى تقول أنت إنه في شيء غلط عم ينعمل أو غيره، بس عمليا إنه فخامة الرئيس بعتقد رحب رئيس الحكومة المستقيلة رئيس حكومة تصريف الأعمال بتصور كان يعني بيانه أكثر من واضح، كان يعني أكثر من داعم ويعني حسينا إنه ما في لزوم نحكي شيء وطلع بيان طلع موقف دغري من بعدها قال إنه بيساهم يعني يساعد الرئيس بري إلى أبعد حد في هذا الموضوع موضوع الحوار. هو السؤال اللي عنده بديل يطرحه، اللي عنده بديل عن موضوع إنه نعمل حوار داخلي يعني هو شو الفكره هيدي؟ الفكره انه مش حوار، يعني مبدا الحوار خلينا نتفق انه هو بالاساس مش غلط، بالاساس هو بالاساس مش غلط بس وما بيهدد البلد وكيانه وكل هالشغلات صحيح، بس لان اقول لك في هذا الموضوع وايضا انه بنهايه المطاف شددنا عليه لما يعني بما طلبنا فيه شددنا عليه انه هذا البند الاول كل شؤوننا بنحلها بالحوار، وعلمتنا الايام انه نحن فتنا بحرب 17-18 سنه وين قعدنا بالاخر؟ على طاوله الحوار، طاوله حوار بالطائف، وعملنا مشكل بال 2002 7 ايار وين رحنا؟ عدى وحط على طاوله حوار. يعني بخلت النهار ما في ما هو هيك بالاذعان ما في حلول،
إذا حدا في يفكر أنه بيخلط الفريق الثاني يذعن، بس عم تقول حضرتك أنه اللي عنده بديل يقترحه. صحيح. الفريق الآخر اقترح، بس هو الفريق الآخر يعني بعضه مصر أنه هناك تحديدا فريق معين هو من يعرقل تشكيل هذه الحكومة. يعني عم نرجع لنفس النقطة، لا ارجع انقل وجهة نظر تحديدا تيار المستقبل. الحل هو بتشكيل حكومة وهي تحل باقي النقاط. موضوع تشكيل الحكومة مصرين أنه لا، حزب الله من يعرقل تشكيل هذه الحكومة. شكلوها يعني أنا ما فهمان أنه نحن اللي عم نقوله أنه البلد ما في كفي بلا حكومة، فإذا نحن بنقترح أنه لنسهل تشكيل الحكومة خلينا نقترح على الطاولة. هلأ إذا واحد عم بيقول لا أنا مش بحاجة أني حاوره وأنا قادر روح أعمل حكومة وما بدي أحكي مع حدا فيها، فليكن يعني بيسقط بيدنا ساعتها. نحن شو قادرين نمنع حدا بالقوة؟ لا هم يعني موضوع معال فعلا كتير منيح. في أيضا في إطار هذا المقترح اللي تقدم فيه رئيس مجلس النواب، في ملف موازي له بدأ يطفو اليوم على سطح النقاش الداخلي اللبناني وهو إعلان بعبدة. بدي أيضا أبحث أيضا في موضوع الملف الاقتصادي والأمن والنازحين وعمل مجلس النواب في هذه المرحلة بمرحلة لاحقة، بس موضوع إعلان بعبدة إضافة إلى هذا الحوار اليوم موضع خلاف تفسير هذا الموضوع. كتلة وفاء للمقاومة بلسان رئيس النائب محمد رعد نعت هذا الموضوع إضافة إلى حديث آخر لعدد كبير من النواب، يعني تقريبا فريقكم السياسي الذي يتشكل من 8 أدار كله نعى هذا الموضوع. بالأمس النائب ميشيل موسى من كتلتكم النيابية يقول أنه هو مش أساس، هو بحاجة لكثير من التوضيحات ليصبح أساس هذا الموضوع. بالمقابل الفريق الآخر يرى هذا الموضوع، موضوع إعلان بعبدة، بند أساسي أو يعني ركيزة أساسية تستند إليها المرحلة المقبلة. ليش فجأة طفى هذا الخلاف؟ هو أولا بلش موضوع إعلان بعبدة أنه وكأنه كان في إعلان بعبدة شيء يتناول المقاومة، فالبعض تمسك فيه كأنه حياد هو إعلان لا بعبدة، لا أنه شيء يتناول أنه المقاومة وسلاحها وما بعرف شو. هلأ فخامة الرئيس هون عمل شغلة جيدة، وضح إعلان بعبدة، طلع توضيح قال فعليا إعلان بعبدة شو هو. طبعا عوتب هو من قبل فريق 14 أدار على التوضيح، طبعا عوتب، ولكن بعدين صار في خلينا نقول مين اللي عاتبه عندكم يعني؟ فهمت انا انه صار في عتاب يعني له، بس هو زياره الرئيس السنيورة بالامس لقصر بعبدة كان في هيدا الاطار، بس انا فهمت انا لا قبل 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 هالشيء، بس انا فهمت انه صار في عتاب. فعمليا بس التوضيح كان جيد يعني بيساعد على انه يعني حل الامور انه لا مش هيدا اللي كان مطروح. هلا الرئيس بري هو بمقترحاته عم يجي يعني شو هلا هو إعلان بعبدة بتقراه، هو يعني بمعظم بنود يعني كلها مع يعني انه بس المواضيع الخلافيه، ما هو بمقترحات الرئيس بري اللي بيجا حط هالست بنود هندي الأمور، مثلاً البند الثالث واحد من الأمور الأساسية وسائل إخراج التدخلات اللبنانية في المسألة السورية. صحيح. إنه هذا الموضوع بده نقاش صار. هو هيك عم يقترح يعني مش مخبر رأسه بالرمل الرئيس بري وعم بقول لا أنا ما شايف هالشيء، عم بقول لا هذا موضوع، وهذا يتوافق مع البند اللي هو يركز عليه إعلان بعبدة موضوع الحياد. ما هي في فريق عم بي جرب يفسر الأمور على زمان الحياد على أنه ليس جيش وشعب ومقاومة، هو مش حياد تحييد كيف، بس أنه بالنهاية تحييد له هيدا البند في فعم بقول تعال نبحثه هيدا الطرح هون هن عم بيقولوا أنه ثابت صار هلأ إعلان بعبدة عال. طب بالنهاية it takes two to tango يعني بده يكون الفريقين عم يتهاون عم بيرقصوا مع بعض لحتى، فعشان هيك انه بحاجه. انت ثاني موضوع مثلا انه كيف بيحكي بمنح الجيش وغيره وكذا، اصلا يعني ببند بإعلان بعبدة اهم شيء شو جاي البند الخامس دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي، وايضا موضوع ال 1701 وغيره مش هيك. طب انه كيف بدك انت تدعم الجيش صار كل ما واحد اتخانق ومرته بينزل الجيش،
كل ما اثنين اختلفوا على شيء صفة سيارة بدنا ننزل الجيش. ما هو لا ينزل كل ما اثنين اختلفوا على صفة سيارة عم بصير في اطلاق نار وبينزل الجيش. مش هيك عال؟ فعمليا انت بحاجة لكان، لانه هيدا الجيش اللي عم ينزل ما عم يجي من محل، منين عم يجي؟ انت لما بدك تنشر جيشك بكل لبنان، ما في 1700 واحد بده قوات جيش كمان بتكون كافية. صحيح، بده مع اليونيفيل بالجنوب. مظبوط. صحيح. فاذا عمليا هيدا اولويه. واليوم ازمه الحدود كمان، ما الكل عم بيطالب بانتشار الجيش على الحدود. تماما. فلما عم يطرح الرئيس بري انه هيدا بند لازم نحكي فيه ونتفق عليه ونعطي هالدعم للجيش، لانه انت مش معقول تقعد بطاوله حوار تحكي بامور بدون ما تقول انا بدعم الجيش وهي الحكومة اللي قادمة بس نتفق عليها، من أولوياتها أن تؤمن العديد والعتاد للجيش اللبناني حتى يقدر يقوم بدوره. فعمليا يعني أنه هذا مقترح موضوع الأزمة الاقتصادية الاجتماعية. طب هذا أيضا يعني بدنا نحن نقول يعني مثل ما عملوا، مثل قلت الإنجليز اتفقوا على خارطة الطريق، عم بقول خارطة الطريق للخروج من الأزمة. يعني كيف how should we deal with it؟ يعني كيف بدنا نعالج هذا الموضوع بالمستقبل؟ فهيدي كمان يعني اذا بتطلع بإعلان بعبدا بتلاقي محطين انه الموضوع الاقتصادي والاجتماعي و يعني لماذا اذا نعي إعلان بعبدا برأيك؟ مش نعي، في يعني ما هو يعني ليك المواضيع فيك تحكي فيها بالمفرق وفيك تحكي فيها بالجملة وكذا، بس الحياة مليئة بالمتغيرات. يعني دائما في يعني تغيير اليوم إذا هيدا الإعلان هل قد يلامس الواقع اللبناني أو يلامس الحلول للواقع اللبناني؟ نحن عم نحكي على شو البوينتس اللي بدهن معالجة. طب هو عم يقترحهم، عم بقول هيدا حوارنا رئيس بري. بس ما كمان اليوم في من ضمن فريقكم السياسي منع هذا الإعلان اللي عم بيلامس نقاط اقترح الرئيس بري، واللي هي كتلة وفاء للمقاومة. طلع قال نائب محمد رعد إنه ولد ميتا. هلا هيدا رأي، هو عنده هالرأي ويمكن يكون معه حق، وغيره عنده رأي يمكن يكون معه حق، بس بالنهاية لنوصل لقواسم مشتركة بنحكي مع بعض. بدها حوار يعني بدنا نحكي مع بعض. وفي فريق كمان هيجب على فريق آخر ليلة نهارا، يلا 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 هجوم. ما في فريق يعني كمان كل ما يكون في حوار بيركض وبيقعد، وهو عم بيقول انه ما بتنفع القعدة بس عم بقعد لانه ما بدي اتحمل مسؤولية افشال هذا الحوار، وكل مرة بيقعد على الطاولة وبيصير في حوار وبيطلع نتيجة وهذه النتيجة تنسف من 2005 حتى اليوم. يعني كل شيء انحط بال 2005 وكان الرئيس بري سباق بوضع بنود او بطرح بنود ال 2005 والاتفاق عليها، وجزء كبير منها ما تنفذ. بال 2008 بالدوحة يقول هذا الفريق، فريق المعارض لكم وتحديدا تيار المستقبل، انه ما اتفق عليه في الدوحة نصف. باخر جلسة حوار اعلان بعبدة اتفق على شيء ونصف. هلا سألك سؤال مالك، في بهالدنيا شيء ثابت؟ ما في ديناميكيات بتتحرك حواليك تفرض عليك تتغير؟ ما في متغيرات. يعني ما في. طب معلش، شيء انه بعدنا بأم العين شايفين دولة عظمى غيرت موقفها بأقل من 24 ساعة بجملة غيرت موقفها، دولة عظمى هيدي. يعني أنا كنت جاي من لندن بالطيارة، ما عرفت إذا الطيارة بتغط بمطار بيروت ولا لا، لأنه كان المفروض التوماهوك يطير ويوقف الطيارة ودي أوصل قبل ما تصير الضربة. طب هيدا الموقف والكونغرس عم يشتغل والدنيا قايمة وما بعرف شو، ولكن لما بتطلع على الأمور بتتعامل مع الواقع. اليوم نحن في لبنان كله بيتغير، مش بس الموقف الأمريكاني، كله بيتغير. إذا ما نضلنا عايشين أنه أنت من سنتين ونص قلت لي شيء واليوم نسفته والنسف، طب ما حنوصل لنتيجة. يعني اليوم أنه معلش لازم نعترف أنه هذه الحوارات اللي صارت لم تذهب سدى. لازم نعترف أنه لبنان استطاع برغم كل ما حدث حوله أن يتفادى الدخول في مواجهة داخلية كان ممكن تدمر البلد. أنت تعرف تماما مالك أنه كان في تقديرات أنه لبنان إذا بصير شيء بسوريا
أول تاني جمعة بتفجر. صحيح صحيح هيدي يعني وبعدها التقديرات لليوم بأنه بأي لحظة وما لازم نخليها تصير وبدنا نكون عاقلين بما فيه الكفاية ونكون تعلمنا من الدروس الماضي أنه خلينا نتعاطى بسرعة مع بعضنا حتى نتفادى يعني لا بالعكس الفرقاء الأساسيين بلبنان يعني لازم نعترف أنه طيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل وكلهم والطيار الوطن الحر الكل كان عنده يعني ركوزية بمشاكل فادى البلد بس كمان بالموضوع اللي كنا عم نحكي فيه من 50 ثانية النائب فادي كرم عبر تويتر يقول الطريق إلى الدولة تبدأ باحترام إعلان بعبدة وليس التحايل عليه. يعني بعدنا عم ندور بنفس الحلقة اللي هي انه فريق يتهم فريق اخر بنصف موضوع والفريق الاخر يتهم هذا الفريق بنصف موضوع اخر وعم ندور بحلقة مفرغة. ما هو لانه في حلقة مفرغة كيف ما نظهر منها كيف ضلنا فيها ننسى الماضي هلا منفوت منطلع تصريح بالمقابل وهي بيطلع تصريح وكذا ودق يا مزيكا وعلى طول على طول فينا لا فينا نكفي انتوا بتستفيدوا يعني بال يا خيي ما بدنا نستفيد بدنا نحل هالبلد خيي ما بدنا نستفيد حدا بيعمل انه بلاقي ممكن حلول عبر الاثير على طاولة بتقعد على الطاولة. يعني اي رجل اعمال اليوم مثلا احزى يحكي على رجال الاعمال بيجي حدا مثلا بيبعث له عرض شفهي بيقول له شرف على الطاوله بتفق انا وياه. يعني عمليا اليوم يعني خلينا هذا الفريق بهيدا التوصيف هذا الفريق دائما عم بيقول انه انا كل مره عم بدعي لاجتماع اذا بزنس وايز خيي بالاطار العملي انا عم بدعي لاجتماع بدل ما يبعث لي العرض ميل انا عم بدعي لاجتماع بقعد انا وياه بنتفق بيرجع بيفكسها بيرجع بيبعث لي اوفر ميل بقول له يا خيي تعال نقعد على الحوار بنقعد وبيرجع بيفكس. يعني صار متغيرات يمكن مثلا هذا العرض هذا الفريق ترى دائما المتغيرات على حسابه مش على حساب الكل المتغيرات على حساب الكل. طيب انا برايي مش على حساب حدا لوحده انا برايي بالنهايه المؤسف انها حتكون على حساب لبنان والشعب اللبناني. قبل ما كمل هذا المحور لأنه بدي انتقل كمان إلى الملف الاقتصادي اللي هو اليوم في صرخة اقتصادية ومش بس بدنا من رجال الأعمال في صرخة من الواقع بالبلد طبعا. وتحديدا أزمة النازحين الملف الأمني طبعا. في كتير ملفات بدي أحكيها معي مداخلة من عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب عباس هاشم يبدو عنده توضيح أستاذ عباس هاشم حول فكرة واردت ضمن هذه الحلقة. أستاذ عباس صباح الخير. أول شيء سعيد صباحك وصباح الخير لمعالي الوزير الصديق. صباح الخير زميلنا العزيز. شكرا لكم على هذا الحوار الهادئ والقيم والغني بكثير من المفردات الراقية والحضارية. بانتظارك تكون ضيف هذا الحوار بحلقة قريبة. أتشرف. بس أنا بدي أوضح نقطة أستاذ مالك وردة علشانك أنت معروف عنك بالدقة أحيانا. نعم. لبل دايما معظم الأحيان. حضرتك تفضلت قلت انه التصريح طلع من الجنرال ميشيل عون فيما يتعلق بموضوع ثلث الضامن او لا رجعت ذكرت بانه حزب الله يعني هو من قال هذا الموضوع رجعت قلت له لا حزب الله هو من طرح هذا الموضوع موضوع الثلث الضامن بس حتى الجنرال ايضا عن تمثيل النسبي فيما يتلائم مع المجلس النيابي انطلاقا مبدا انه الحكومه بس هذا ما بيعني ثلث ضامن كمان يعني اكثر من ثلث الضامن اوكي ولكن بس لأنه خلينا ننقي المفردات أحيانا المفردة بحد ذاتها بتقرب أنا بدي أوضح نقطة أنه أمام الجمود الإقليمي والدولي فيما يتعلق بلبنان المبادرات فيما يتعلق بلبنان كل اللي قام فيه دولة رئيس بري هو عملية أنه عم يعمل حراك داخلي كبديل عن الجمود الدولي والإقليمي وانت بتعرف احنا بوثيقة التفاهم البند الاول فيها انه الحوار هو الوسيلة الوحيدة والمثلى الا هالشي عباس لقواسي مشتركة فبالتالي بعرف اني قلتها ما عليك بس انا عم اوضح لاقول انه لا بديل عن الحوار بظل هذا الكيان اللي محاط بكثير وعلما انه الحمد لله من فضل الله احنا ما زلنا بمنقى عن مش بمنقى بالمطلق انتبه هلا تفضلت حضرتك بالمحور الثاني رح تتحدثوا عن تداعيات الازمه الاقتصاديه الماليه والاجتماعيه اضافه للثقافيه والسياسيه وخلافه فيما يتعلق بعمليه النزوح
أو في عملية الأزمة اللي عم تعيشها سوريا على كل المستويات. نعم. أنا بس حبيت أوضح النقطة. شكرا لوقتكم. شكرا لك أستاذ عباس الله. وعلى أمل مثل ما قلت لك اللقاء القريب بك في حلقة ضمن برنامج الحدث. أهلا وسهلا فيك دائما ضيف عزيز. أستاذ ياسين بدنا نتوقف مع فاصل إعلاني بعد الفاصل بدي أكمل بالملف الداخلي بشكل سريع موضوع الاقتصادي الأمني النازحين وبدي أنتقل بعدها إلى الملف السوري وتداعياته على الواقع اللبناني علما أنه كل هذه النقاط اللي عم نحكي فيها أكان الاقتصادي أم الأمني أم النازحين مرتبطة بالملف السوري صحيح. كل لبنان اليوم مرتبط بالملف السوري. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر. أستاذ ياسين مجدد ترحيب فيك في هذه شكرا. الحلقة شكرا. في الإطار العملي اليوم بالبلد يعني هذه مبادرة الرئيس بيري أتت بعد أن أصبح البلد أمام حائط مسدود. اليوم مش بس الناس العادية عم تصرخوا من الاقتصاد، اليوم أصحاب الرساميل عم بيصرخوا. هيئات الاقتصادية عملت نفذت اعتصام اليوم. الواقع المالي كل يومين ثلاثة نحن أمام هزة من الصحف، بيطلع وزير المال عم ينفيها. وزير المال كل مرة عم يضطر يعمل مؤتمر صحفي أو طلع بيان ليأكد أنه لا يا جماعة مش قاعدين بلا معاشات الموظفين، بس في كتير هزة عصا اليوم. لوين رايحين اقتصاديا بالبلد؟ ليك أول شيء خليني بلش أقول أنه بدنا نفرق بين وضع النقدي والوضع المالي. الوضع النقدي بعده أندر كنترول، اوكي، يعني حاكم مصرف لبنان طمئن لهذا الامر، بيطمئن لديه احتياطات صحيح. ضخمه من العمله الاجنبيه قد يعني تقريبا قد الناتج المحلي اللبناني. فالوضع النقدي مش هو الازمه، هو الازمه هو ماليه الدوله اللبنانيه. اليوم الاسبوع الماضي طلع تقرير لاحد الصحفيين الاقتصاديين بصحيفه لبنانيه من الصحف الكبرى بيحكي عن تراجع عائدات الخزينة اللبنانية صحيح، وصعوبة بتأمين الرواتب. هو هيدا إذا بتستمر الحالة سيتفاقم. ليه؟ لأنه مننتج بالدولة مدخول من أرباح الشركات، من القيمة المضافة، من كل هالأمور هيدي، وهيدا كله واقف. عندما تتراجع أحوال الناس والشركات والقطاع الخاص وغيره حكما ستنخفض جبهة الدولة. هلأ انخفضت مثلا 10%، بالمستقبل حتنخفض أكثر لأنه إذا استمر الوضع، لأنه هلا بعد مثلا سنة الماضي كان الشغل أحسن بشوي، مزبوط نزلت الأرباح بس ما راحت بالمرة، هلا عم نوصل لمحل بلش في خسائر لدى المؤسسة. فعمليا في مشكلة بالمالية العامة بلشت تتفاقم، وهيدي بلشنا نشعر فيها لدى الجميع. يعني مثلا تعاونية موظفي الدولة، أنا بعرف من شباب مرافقين وكذا وكذا، ما حدا قادر يحصل فاتورة الدواء صحيح. يعني مثلا الموظفين اللي كانوا مخدين زيادة غلاء المعيشة أخدوها بسلفة، لأنه مزبوط. لم يصدر قانون ليجيز إعطاء هذه الزودة. اليوم وزير مالية بيقول لك أنا طب أنا ما عندي سلفة، أنا بقية يعني مش التعطيل فقط مالي، في تعطيل تشريعي. يعني أنت وزير المالية بيقول لك أنا القانون بحطني بالحبس، أنو المحاسبة العمومية إذا أنا بدفع نفقة ليس لها اعتماد في موازنة ما بيقدر وليس هناك غطاء من دون موافقة غطاء ما بعرف تشريعي. غطاء بناحية أنه والله سلفي ما سلفي ما بعرف شو اللي مشكوك بقديش شرعيتها، بس أنه استعملوها غطاء أنا ما في أدفع. طب ما هو مين بده يعطي؟ لا في مجلس وزراء يقر سلفي، ولا في مجلس نواب عم يجتمع لحتى يطلع تشريع. فنحن حتى هون بمأزق كبير عم يتفاقم. هيدا على صعيد المالية العامة. ماذا يؤخر اجتماع مجلس النواب إذا اليوم معطل الحكومة؟ هو ما هي من ضمن الصفقة السياسية كلها. لا من ضمن الخلاف اللي قائم إنه لا ما بنرجع مجلس النواب، ما بعرف شو حكومة مستقيلة، يعني هي من ضمن الضغط وهيك. بس عمليا يعني الضغط على مين؟ الضغط على البلد، على الناس. مين عم ياخذ أكترية الضغط؟ الناس يعني. بس أنا يعني حرام المجتمع اللبناني إنه يوصل لهون. يعني ما بيجوز إنه نوصل العالم إلى مرحلة اليأس، واليأس اللي عم بيؤدي لهجرة أكبر، إلى تفريغ. بعدين عنا هذا اليأس أكثر من يعني عم بحركه هو صرخات الاقتصاديين صحيح. اليوم هن اللي كل شوي
نحن عمين خرب بيتنا، نحن مهددين، نحن نحن نحن، وتهديدهم بيهدد، بيهدد العمال، بيهدد الموظفين، بيهدد القطاع، القطاع الاقتصادي ككل. هو مالك بالنهاية لسه مش قصة بس اقتصاديين، مش قصة بس مثلا إذا طلع فرانسوا باسيل رئيس جمعية المصارف حكي، مش القصة أنه هو محشور لوحده، أصغر دكانجي بلبنان محشور. بس أنا عندي بس يعني بقول لك شغلة، أحد الماضي لحام بعدت عم جيب لحمة ما عنده حدا، قال له ما بعرف شو فيه، أنه أنا عادة يوم الأحد بجنوب ما بفضى، أنا ما عندي حدا اليوم بمحلي. يعني عمليا القصة الصغير والكبير اليوم، وهن بالنهاية بدي لك شيء، هن مرتبطين ببعض. يعني ما تطلع انه والله في مصرف انه حالته بتجنن، هذا شو بهمه، مش مصرف حالته بتجنن، هذا اليوم هذا مصرياته وين هن اللي هذه الهيئات الاقتصاديه اليوم اذا بدي يعني هيك بسؤالي البسيط اللي ممكن مطلق انسان على الارض يساله بالشارع اللبناني مش خبير اقتصادي، اليوم عم بيصرخوا اليوم لبنان على شو قائم، شو مستند، لا عندنا نفط ولا عندنا صناعة كبيرة. إن شاء الله حيصير في لوقتها، وهيدي مأخرة لأنه ما في حكومة لوقتها. هاي مجلس النواب كمان بدي أسأل عن صلاحية حكومة ومجلس النواب كمان لا يشرع. هلا بوقفي على المرسومين، وقفي على الحكومة، على مرسومين مرسومين، والرئيس نجيب ميقاتي رافض يعمل جلسة لأنه بيعتبر أنه حكومة تصريف الأعمال مش من صلاحيات هذا الموضوع. بس اليوم هي خطرة تعمل هالسابقة هيدي، ما بده يسجل على حاله الرئيس نجيب ميقاتي هذه السابقة. اليوم البلد قائم على السياحة وعلى الـ 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 المال اللي بيفوت وبيظهر من لبنان. طب اليوم ما عم يجي سياح أجانب بس، ما كمان البلد مسكرة، والنازحين اللي عم يجوا سوريين مش كلهم فقراء، اليوم في طبقة كمان كتير غنية فوتت مداخيل على لبنان، في رسمال سوري دخل على لبنان، في أموال سورية فاتت على المصارف اللبنانية، في أصحاب رأس مال فتحوا شركات بلبنان وفتحوا محلات وفتحوا مطاعم، مظبوط ولا لا؟ اليوم الأوتيلات، اليوم الأوتيلات إذا بدنا نجي نقيسها اليوم عم يصرخوا أصحاب الأوتيلات، بس في جزء كبير من الأوتيلات مفول بالسوريين، اليوم في أموال، في شقق عم تستأجر، في سيارات عم تفوت، مش كلهم فقراء السوريين اللي عم يفوتوا، وبالتالي اليوم صرخة هؤلاء الاقتصاديين نابعة من سياسة أم فعلا من صرخة على الأرض؟ هليك هلأ أنا بعتقد لا في صرخة على الأرض. طب من شو هيدي الصرخة؟ أنا عم بحكي إيه؟ أنا رجل أعمال كمان، صحيح، ما أنا بدي أقرأ من الجانب الاقتصادي، أنا بعرف من الناس إيه؟ أنا بحكي عن رئيس جمعية التجار النبطية طلع، يعني المهم لا في أزمة بالبلد، ما فينا ننكر ما في أزمة. بدي ذكرك بشيء، الأموال السورية أنت مذكر أنت منعت أن تدخل إلى المصارف اللبنانية، مظبوط ايه مظبوط، ما منعوها، قالوا منعوا التحويلات بس سمحوا فيها بغير محلات، سمحوا فيها بدبي، يعني راحت كتير اموال لغير محلات. بعدين رجال الاعمال مرتاحين سوريين وكذا ذهبوا الى اماكن اخرى ولم يستقروا في لبنان، بس في كتير كمان مصرين بلبنان. هيدي المطاعم اللي عم تقول فتحت، هذا راح فتح بيعمل مناقيش وحيره، مش بس مطاعم، في رؤوس يعني اموال كبيره اجت على لبنان يا استاذ ياسين. وين موجوده؟ ترجم لي اياها بمشروع صار مثلا جديد طلع في مشاريع على الارض، عم مش بس مطعم ساندويش فلافل او مطعم صفيحه، شو سمي لي شيء، في مطاعم. طب سمي لي انت هيك يا اخي، ما معقول يكون هالقد اجى اموال وما بين، انا مش عم اقول اجى اموال تقلب لنا الواقع، انا عم اقول في ازمه، بس اليوم هيدي الازمه بحجم الصرخه اللي عم يصرخوها. طبعا لا في ازمه حقيقيه، في ازمه حقيقيه بالبلد اليوم اقتصاديا وماليا واجتماعيا، واذا بننكر انه في ازمه، ونحن اصلا يعني الرئيس بري عم بيطرح هالاقتراحات هيدي وعم بجرب يحث على الاسراع بتشكيل حكومه لانه بده يستجيب لصرخة الاقتصاديين وصرخة الناس قبل الاقتصاديين. ليش في حدا من الناس مش عم بيصرخ؟ هي الناس اللي عم تصرخ، ما أنا سؤالي على الاقتصاديين إذا مسيسة أم مثل صرخة الناس. هلأ بغض النظر إذا عم يعني في منه الناس محسوبين على جهات سياسية، بس هني واقعا في بالبلد واقع صعب. هلأ خليني هون أرجع أقول أنه أي واحد بيعرف اقتصاد كان بيعرف أنه مستحيل لبنان يكون فيه نمو إذا كان في بسوريا حرب. أوكي. هذا الولد الصغير اللي بعده يمكن عم ياخد 201 إيكونومكس. هل قد مرتبط الملف ببعضه؟ هل قد لما كنا زمان مالك قبل ما تصير أحداث سوريا وقبل أيام زمان وأنا كنت وزير اقتصاد وكذا، نحكي عن ترابط وتكامل الاقتصاد اللبناني مع الاقتصاد السوري، وأنه سوريا هي معبرنا
إلى العالم العربي، وسوريا هي عمقنا استراتيجي اقتصاديا، كنا ننتقد أنه نحن حاملين فرشاي وعم نبيض وش وما بعرف شو غيره، بس هذا الواقع فعليا. يعني هيدا الممر هو المتنفس لاقتصادنا تماما، مرتبط يعني اقتصادنا يعني بهذا المنفذ على العالم العربي، الممر البري الحيوي فرضا يعني. طبعا يعني ما عندك ممر بري غيره، انت بالبر عندك سوريا واسرائيل مش هيك، وبالبحر بدك تلف لفه طويله عريضه تروح على الخليج بكلف اكثر. فعمليا ليش مصانعنا عم تتعذب وصادراتنا خفت وكذا؟ لانه ممرنا تسكر، صار بحيطه الخطر. اليوم حرام في عنا بلبنان مصانع بتاخد العقل، يعني في شغله كده بنشتريها من لبنان نبعتها على دوله عربيه وصناعه ممتازه وكل شيء، بس ما بتوفي لانه كلفه الشحن بيطلع هالقد كتير، هالقد كبير، انه لا بتاخد من الكويت او بتاخد من الامارات او بتاخد تتصنع هونيك. فعمليا بالتاكيد انه سوريا ما يحدث فيها انعكس بشكل سلبي وسيء جدا على لبنان، على اقتصاده، على حالته الاجتماعية، على أمنه، على كل هالأمور هيدي. ويعني مثل بيقولوا نعمة إنه بعدنا قادرين نحصر هيدا بعد، يعني الوضع ما لهلأ ممسوك. ممسوك نوعا ما. الخوف إنه يفلت من إيدنا. عشان هيك عم نقول إنه يا إخوان هيدا البلد أماني، نحن اليوم موجودين بهالحياة السياسية، هذا البلد أماني برقبتنا، بدنا نعمل شيء لحتى نكون قد هالأماني، قد هالأماني، ونرد على مخاوف الناس. موضوع النازحين اليوم الأعداد عم تتزايد بشكل يمكن أكبر، أساسا كانت أكبر من قدرة استيعاب لبنان، بس نحن بمرحلة ما بقى فيك تسكر الباب، في ناس عم تهرب، مش بس في مسلحين عم يهربوا، في حالات في عنا إنسانية. ازمه وبس في حالات انسانيه كبيره. اليوم ما الحل؟ شو الحل؟ هيئات الانسانيه ناسيه لبنان تماما. الحل هو مش ملكنا لوحدنا. نحن لوحدنا نحن عم نقول للعالم، للمنظمات الدوليه، للامم المتحده، للاتحاد الاوروبي، للامريكاني، للكل، نحن كلبنان ما قادرين نتعاطى مع هالموضوع لوحدنا. نحن بدنا دعمكم من هون، فخامة الرئيس من خلال توجه بدعوة صحيح العقد مؤتمر، وعم بينظم له يعني بان كي مون صحيح مؤتمر خاص لحتى يدعموا لبنان. وسمعت الأخبار أنت هلا، دعموا اقتصاديا ولمواجهة مشكلة النازحين. وهي نشكر الله ما صار في ضربة على سوريا، لأنه كان ممكن يجي على لبنان أعداد أكبر بكتير. أعداد أكبر. ومن هون نشكر الله أنه بلشنا نشوف يعني أول ملامح اتفاق دولي بموضوع سوريا، بس ما شفناه قبل. اتفاق كيري لافروف هو بداية أنا برأيي لعملية سياسية كتير كبيرة، مش إنه صدفة كل الناس بترحب فيها، مش صدفة يعني، من الصين لبرلين للندن لفرنسا لا لا لا. اليوم في بسوريا بالنسبة للمنظور الدولي يعني العالم كيف بيشوف الوضع بسوريا، كانوا شايفين في خطرين، في خطر النووي هذا الكيماوي وفي خطر الإرهاب. صحيح. معلش يعني ما نضلنا نحن قاعدين بقلب هيك عالمنا الصغير ومسكرين على حالنا ونحكي مع بعض نطلع على الإعلام الدولي شو عم يتعرض. يرى هذين الهاجسين في الملف السوري. معلش شو طلع بصحف مبارح؟ مش أنتوا رفضتوا تحطوا المشهد تبع الدبح؟ صحيح. وبي بي سي بي بي سي عرضت ريبورت عم بتقول انه عم بحطوا الاولاد وعم يذبحوا قدامهم لحتى يقولون قلبهم. في 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 ازمه كثير كبيره. فانا برايي انه هذا ما استدعى انه يصير في سعي لحل دولي، لانه البديل مرعب. وبالراي العام العالمي يعني بس الحل الدولي ما تحرك على مشاهد العنف، تحرك على الكيماوي. انا لا برايي باثنين، لا على شيء اللي ما انتبه انه شو صار بالنسبه لموضوع الارهاب وكيف صار في تغييرات بالمنطقه وكيف الخطاب. معلش شو تصريح فابيوس هلا دخلك؟ مش قايل انه بدنا نقوي نمشي بالحل السياسي صحيح، ونقوي المعارضه المعتدله لحتى تحارب الارهاب وليس الارهابيين. فعمليا هذا الارهاب يعني يمكن بيلامس العقل الغربي والعاطفة الغربية أكثر بكثير من الكيماوي. ليه؟ لأنه هذا بعقر داره. أنت نسيت مالك الشرطي اللي اندبح بشوارع بريطانيا؟ إيه؟ تعرف قديش أخذ إعلام هيدا؟ صحيح. قديش صار بوسطن صايرة دخلها؟
زمان. ايه مسره زمان. لا ايه بس انه بعدها بعقلهم اذا بدك تقيسها بالاحداث. عم تحضر الفيديوز اللي عم بيبعتوا لنا اياهم بالفيسبوك وبغيره اللي عم يطلعوا بالاعلام الامريكي. ايه شو عم يحكوا؟ عن شو عم يحكوا؟ عن الارهاب. شو كانوا عم بيقولوا لاوباما؟ ما عم بيقولوا له انه مستر اوباما انت نازل تحت تحالف اللي فجروا التوين تاورز بنيويورك؟ صحيح. في شو كتب روبرت فيست؟ في صحفيه حطيناها من يومين على اي بي سي، على ما اظن اي بي سي او اكثر من هيك، فوكس نيوز. فوكس نيوز على فوكس نيوز. مش صحفيه، هذه قاضيه صارت صحفيه، قاضيه طلعت تركت عملها كقاضيه، وهي يعني بتعمل اليوم برنامج اسمه محاكمات، اسمه جاستس، ويلكم تو جاستس. تماما. ايه فعمليا يعني اليوم فنحن اليوم يعني نتأمل بلبنان. نرجع لموضوع انه علاقة لبنان بالموضوع. يعني مصلحة لبنان المستقبلية انه يبلش الحل السياسي بسوريا. يعني هيدا نرتاح، مش انه منرتاح دغري، بس على الاقل بتوقف الضرر وبيبلش يصير فيه تغيير. بس موضوع سوريا طبعا يعني حتى نكون واقعيين وما نعتقد انه هلا اذا اتفقوا يعني بكره الصبح حيصير في حل. لا، المشوار طويل. بس اليوم انا برايي على المشهد الدولي حنشوف يعني كثير تغييرات. خلينا ما ننسى انه في ايران في تغيير كثير كبير، في رئيس روحاني اليوم موجود بالحكم ومعه فريق عمل جديد، رايح يحج بالسعوديه، ورايح على السعوديه، ورايح على نيويورك، والاهم من هيدا كله يطلع موقف هلا اليوم عن إيران يقول أنه محادثات أو التوافق، توافق كاري لافروف، هو إشارة على بعض نظر أمريكاني. عقلنة واشنطن. مين طلعوا؟ لاريجاني، رئيس مجلس النواب، صيانة الدستور، رئيس مجلس النواب، مجلس النواب، رئيس النواب الإيراني. فعمليا أنا بعتقد أن احنا رايحين على مرحلة جديدة في العالم، في المنطقة، بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط. ويعني حتى لافروف وكيري مش بس جربوا بالمحادثات يعبروا بالبيانات، حتى بالبادي لانجويج. صحيح، مثل بقولوا عكس تماما اوباما بوتين، هيدا يرتب له يعني على كتفه هيدا يعني. فعمليا حتى هيك النقاش الجانبي بيناتهم قبل الستيتمنت. نحن يعني كلنا انه امل انه يعني الموضوع السوري ان نكون نشهد بدايه النهايه. هلا النهايه لن تكون جمعة الجاي حتى ما بس هذه النهاية قد لا ترق لكثير من 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 الداخل في لبنان. أنا بعتقد مصلحة الجميع إنه وضع سوري ينتهي، لأنه هذا مصلحة لبنان ككيان، كدولة، كشعب، كاقتصاد، كأمن، ككل شيء. هذا الوضع السوري يعني إذا استمر مثل ما هو شفنا رسالة دكتور سمير جعجع ورسالة رئيس فؤاد السنيورة وموقف الرئيس سعد الحريري في صحيفة الأخبار في صحيفة المستقبل، أكيد مش الأخبار، في صحيفة المستقبل اللي كتبه قبل 48 ساعة، لا توحي بأنه موضوع المفاوضات قابل عندهم. أستاذ مالك، بالسياسي ما في ثوابت، كله بيتغير، كله في متغيرات. بعتقد أنه ولازم نعرف هالشي. يعني أنا بتذكر أحد رجال السياسي في لبنان يعني وقت مؤتمر الدوحة الصبح كان عامل تصريح أنه لن يذهب إلى الدوحة، وبعد الظهر كان أول واحد طلع بالطيارة. فتغير يعني المواقف. يعني بس يصير في موفمنت دولي هالقد كبير، من الصين إلى موسكو إلى نيويورك إلى واشنطن إلى لندن إلى برلين إلى طهران إلى ما في محل ما منعود منبين. نحن أنا بعتقد نحن فاصلة باتفاق كبير ممكن يكون منيح. إذا شايفين إذا على القليلة شايفين فاصلة بيكون كتير منيح. أن نتمتع نمشي مع الموجة بالواقعية السياسية. إذا بدنا نضلنا عايشين على فكرة أنه هيك صار من 5 سنين وهيك قلت لي من 3 سنين وهيك عملت من 2 سنين وهيدا ما نحمل محايا ونمحي؟ مش نحمل محايا، نطوي الصفحة. بدنا تكون أولويتنا إنقاذ لبنان، وأولويتنا حماية الشعب اللبناني وحماية مصالح الشعب اللبناني. ونحاول أن أول خطوة بدها تكون يعني بهالاتجاه هيدا هي أن لا يترك لبنان للفراغ، أن لا يترك للفراغ على كل المستويات. نحن بعد كم شهر قادمين على رئاسة الجمهورية،
إذا بقينا بهالجدل العقيم رايحين على فراغ، رايحين على فراغ برئاسة الجمهورية، وستستلم الحكم في لبنان أو رئاسة صراحة رئاسة الجمهورية حكومة مستقلة أصلا هي ما لها حق تمضي مثل ما هي هلا، يعني إنه وين رايحين؟ بدها حل، يعني معنا شيء بدها حل، بما انه نحن اتفقنا كلنا وكلنا متمسكين القصة بين ايديكم هلا، مبادره الرئيس تبيه بالنظام نهج الحوار والتهدئه. وخلينا اول شيء نهدي بالاعلام شوي وحاج بقى نقوس على بعضنا، ونحن الرئيس بري يعني الحمد لله لا عم نطلع بيانات تهجم على حدا وهاجمين بايد ممدوده، هاجمين نقول يا جماعه بدكم ايد بالمقابل، بدنا ايد بالمقابل، ايد لوحده ما حتزقف. نحن لهون بينتهي وقت حلقتنا، بدي اتشكر حضورك معنا عضو كتلة تحرير وتنمية، كنا رح نقول تنمية وتحرير، النائب ياسين جابر اهلا وسهلا فيك. شكرا في هذه الحلقة. شكرا للمستمعين، اهلا وسهلا فيك، وعلى امل اللقاء القريب بك في حلقات مقبلة لمزيد من القراءة في الاحداث والتطورات في الداخل اللبناني. مشاهدينا الموعد بيتجدد غدا 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة بيروت، حتى ذلك الحين الى اللقاء.